يا أهلا يا أهلا، وكيكة لذيذة من كيكات حصوص الحلوة. الكيكة اليوم من الكيكات اللي تناسب تاكلينها كذا في العصر في المغرب مع كاسة شاي، من الكيكات اللي ما عليها صوصات ولا شيء، لكن الطعم خرافة، شيء لذيذ جبار. كيكة السينامون مع الشوكليت شيبس مرة سهلة. دقيق، أنا حطيت شوية ملح في الدقيق، زبادي يفضل يوناني بس أنا ما عندي زبادي يوناني، شوكليت شيبس، حبيبات الشوكولاتة الهيرشي، بيض، زبدة، سكر وسكر بني، رطب طبعا، وقرفة وبيكربونات الصوديوم. تعالوا نشوف الطريقة اللي مرة سهلة. الزبدة في حرارة الغرفة، كل شيء في حرارة الغرفة، وشغلي فرنك ويلا معاي. أول شيء راح نحط الزبدة، الزبدة زي ما قلت لكم شايفين في حرارة الغرفة، وراح أضيف عليها السكر. بستخدم هذه الأداة من أدوات العجانة حقتي. أضفنا السكر، نشغل الجهاز. الآن راح نضيف البيض والفانيلا ونخلط. ما أبدو صوتي واضح، بس راح أضيف الزبادي. الآن يا جماعة راح أضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح. هنا الدقيق، مش البيكنج باودر عفوا، البيكربونات، استخدمنا هنا بيكربونات. طبعا الوسط الحمضي هنا هو الزبادي، لان تعرفون البيكربونات تحتاج وسط حمضي عشان تتفاعل، فالوسط الحمضي هنا هو الزبادي. هي عندي تكملة الدقيق، ونخلط هذه المكونات، بس نخلط بخفة. ما نطول في الخفق، مجرد تتمزج المكونات أوقف. هو الخليط ثقيل لكن راح يكون مرة هش لما ينخبز. هنا شوفوا يا جماعة هذا قوام الخليط، زي ما قلت لكم قوام ثقيل. ايش اللي راح اسويه؟ راح اضيف الشوكليت شيبس، عفوا ما انتبهت انه في باقي، وبالسباتولا راح اخلط هذه المكونات كلها مع بعض. هنا يا جماعة وشو عندنا؟ السكر البني والقرفة، ابى احطهم على بعض واخلطهم لحد ما يتمازج. الخطوة اللي راح نسويها الان، بنحط نص المزيج في القالب حق الكيك زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. خل احط النص وارجع. الحين راح ناخذ خليط السينامون وارشه بهذا الشكل. كتر يا حبيبتي، ما تسيبيش حاجه في نفسك. تعرفون شو بسوي؟ كذا بس، ماني خابصة، لا بس كذا. طيب الحين ايش بسوي؟ بحط باقي الخليط هنا، خل احطه واسنعه وارجع. هنا يا بنات خلاني قاعدة اسنع فيه واعدل فيه، وبحط باقي خليط القرفة والسكر البني عليه. راح اسوي كذا بنات علشان تتداخل الاشياء مع بعض بدون ما احوسها. اذا كونفكشن شغلين الكونفكشن، وندخل الفرن وننتظر. عرفتوا؟ هي بتدخل عاد بكيفها، بعدين نشوف يعني ايش بصير. الفرن مشغل على حرارة 180 من الاسفل فقط.
إلى الفرن يا صغيرتي. هنا ما شاء الله تبارك الله كيكتنا خلصت، ما راح انتظرها تبرد لان فيها تعرفون سكر بني وان شاء الله ممكن تكون دبقه، فلو طولت بتلصق، فراح اقلبها الان ان شاء الله ما تلصق، ان شاء الله تبيض وجهنا وما تلصق. يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي. بسم الله، يلا عاد نشيل ولا ما نشيل؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله على كيكتنا، ترى على طول هذا من الفرن الى هنا. طبعا ما يحتاج، تبون تزينونها حطوا عليها جليز، ما تبون براحتكم، انا ما راح احط، يكفي يعني، احس ان الاشياء اللي فيها مره كفايه. تعالوا نقطع كيكتنا، ما بردت مره بس يعني انه في وضعني اقدر اقطعها بإذن الله وما تتفتت علي. ترى أنا متحمسة زيكم، حيل حيل متحمسة نشوفها. واو 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 ما شاء الله تبارك الله، شوفوها من داخل كيف، لازم أذوق. أبي أتكلم، أبي أعبر، لذيذة هشة. خلني أبلع لقمتي وأرجع. الطعم مجنون مجنون يا جماعة، لذيذة حرفيا قاتلة تموت. تتركون كل الكيكات بعدها تجنن، خفيفة ولذيذة. سوينا جلسة تصوير، ودي انكم كذا نقرب وتشوفون عن قرب. شي يا جماعة، شي 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 ما شاء الله، شايفين؟ لذيذة لذيذة، حدها 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 لذيذة.